أطلقت مؤسسة حياة كريمة المحطة الرابعة من مبادرة أنت الحياة بمركز زفتة بمحافظة الغربية، والتي تستمر حتى 6 فبراير، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات. تتضمن فعاليات المبادرة أنشطة توعوية وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكي للأطفال وجلسات الدوار. وتشمل الفعاليات ملتقى توظيف تنظمه وزارة الشباب والرياضة وندوات عن كيفية التخطيط لحياة أفضل، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية ومعرض الكتاب.